وأزواج مطهرة. المعاناة انتهت التي كانت في الدنيا من القذارة، هناك الطهر. وهنا مسألة نختم بها، هي مسألة أن ما يذكر من الحور العين في القرآن الكريم في أي موضع من المواضع لا يذهب الذهن كما هو شائع عند الناس من أنه يعني حور العين التي خلقت في الجنة، ولا يعني نساء الدنيا العاملات الصالحات. هذا قاله أهل العلم، وقال قطب الأئمة الشيخ محمد بن يوسف طفيل في التيسير وفي تفاسيره الأخرى بأن ذكر الحور العين إنما يعني به في المقدمة أزواج الدنيا أو العاملات في الدنيا، وشتان بين العاملة التي كدحت في الدنيا والتي خلقت في الجنة ولم تكلف بشيء ولم تعمل. وقول الله تعالى حور مقصورات في الخيام، وقول الله وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، وقول الله وعندهم قاصرات الطرف أتراب، كل هذا النعيم لا يعني به من خلقنا هناك، وإنما المقصود هي في مقدمتهم طبعا يعني الحور العين، لكن أيضا يعني الزوجات، وإنما هذه الأوصاف الحور هي لحور العين وعينا أي واسعة العينين وهو الجمال في ذلك، هذا ما يسمى يعني عربا أترابا، ما يسمى بملكة الجمال. وشتان بين هذه القادرات في الدنيا وهذه المقاييس التافهة البشرية بينما أعده الله تعالى للنساء هناك. فإذا هذا ينبغي أن يكون واضحا. وفي بعض الأحاديث وإن كان بعضهم لا يثبت الحديث لكن معناه صحيح، يقول نحن المصليات، يخاطب نساء الدنيا الحور العين التي في الجنة، نحن المصليات وما صليتن، ونحن الصائمات وما صمتن، ونحن المتوضئات وما توضأتن، ونحن المتصدقات وما تصدق. فعندما نسمع الحور العين في الجنة لا يعني فقط ما خلق في الجنة، إنما يعني بالدرجة الأولى نساء الدنيا، أي هذه الأوصاف وهذا النعيم لهن هن، وإنما ذلك نعيم آخر في الجنة. إنما الحور العين مقصود بها زوجات الدنيا أو نساء الدنيا، كل امرأة صالحة تعمل هذه مكلفة، تعبت صلت وصامت وتصدقت واجتهدت في طاعة الله وحرمت نفسها ما يغضب الله عز وجل وتركت شهواتها من أجل رضوان الله، هذه أولى في التكريم، تلك لا تكرم. الحور العين مخلوقة في الجنة لا تكرم هناك، هي تكرم لأهل الجنة، أما هذه تكرم، هذه بالمرتبة العالية. لابد أن نفهم هذا تمام الفهم في تمعن الآيات ومعرفة مواقعها.